مشاهدينا الكرام، قمة روسيا إفريقيا هنا في سوتشي تشهد في الحقيقة حضورا مكثفا للمنظمات والتجمعات الاقتصادية الإفريقية. لنتحدث عن دور هذه التجمعات في المؤتمر وفي المحادثات الجارية هنا مع سعادة السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية. سعادة السفير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. خلينا نتكلم يا فندم عن طبيعة مشاركة التكتلات أو التجمعات الاقتصادية في منتدى إفريقيا روسيا المنعقد في سوتشي. هو ده طبعا أول منتدى بين روسيا وبين دول الإفريقية ودول الاتحاد الإفريقي، ويعني سيشهد تدشين لهذا التعاون الواعد بإذن الله للأمام وطرح قضايا التنمية الإفريقية وخاصة قضايا وأولويات القارة الإفريقية التي تنص عليها أجندة 2063 في الرؤية الإفريقية لهذا التعاون ومستقبل هذا التعاون. ضمن هذه الرؤية هناك دور محوري للتجمعات الاقتصادية الإفريقية، وهي 8 تجمعات معترف بها من الاتحاد الإفريقي في أنحاء القارة، شرقها وغربها وجنوبها وشمالها ووسط القارة أيضا. طبعا هذه التجمعات بتلعب دور قريب للمواطنين في القارة الإفريقية، دور اقتصادي في بعض الحالات، دور أمني كما نرى في منطقة غرب إفريقيا مثلا تجمع الإكواس في منطقة الغرب بيلعب أدوار مهمة جدا في مسألة مكافحة الإرهاب، في مسألة التنسيق لضبط الحدود، في موضوعات وقضايا لها علاقة بالسلم والأمن ومحاولة يعني احتواء النزاعات في الغرب الإفريقي. هناك أيضا تجمع الكوميسا في الشرق والجنوب بيلعب أدوار مهمة جدا في مسألة التجارة الحرة، وكان ليه دور محوري في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية التي تشمل جميع دول القارة الآن، 54 دولة موقعة عليها، أكثر من 28 دولة مصدقة عليها، وتفتح أفاق كبيرة جدا لعملية التجارة وعملية الاستثمار المشترك ما بين الدول الإفريقية سواء فيما بينهم أو أيضا فتح الأبواب للشركاء ومنهم روسيا للاستفادة من الطاقات الكامنة للقارة الإفريقية في الفترة القادمة بإذن الله. ما الذي يلفت النظر الآن نظر روسيا طبعا للقارة الإفريقية؟ لأنه من المعروف أن اقتصادات أخرى كبيرة على رأسها الصين مثلا توجهت بالفعل إلى إفريقيا ومتواجدة بقوة وعلى نفس المنوال دول أوروبية مثلا، هل ما زالت هناك حصة ما لروسيا للاستفادة منها في السوق الإفريقية؟ يعني طبعا السوق الإفريقية هي سوق واعدة، الجميع يغازل هذه القارة والجميع يعني يخاطب ود هذه القارة ودولها باعتبار الطاقات الكامنة الموجودة لدى القارة الإفريقية من موارد طبيعية، من إمكانيات للتصنيع ووجود يد عاملة رخيصة، شباب موجود يستطيع أن يعمل في جميع المجالات بشيء بسيط من التدريب والاطلاع على التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى أن هناك تغيرات كبيرة بتحدث في قواعد الاستثمار في القارة الإفريقية وقواعد التجارة كما تحدثت عن منطقة التجارة الحرة القارية، كلها هي أجندات نابعة من القارة الإفريقية ونابعة من المصلحة الإفريقية ولكنها منفتحة على العالم الخارجي، منفتحة على الشركاء الدوليين. الروس طبعا لهم تاريخ يعني مع القارة منذ نيل الاستقلال لمعظم دول القارة ولعبوا دور الحقيقة يعني ما زال هناك تقدير كبير لداخل القارة الإفريقية، وبالتالي وجودهم معنا أيضا في مرحلة التنمية وفي مرحلة بناء المجتمعات بشكل حديث في القارة الإفريقية الحقيقة هو موضوع هام. طبعا طبيعة المنافسة الدولية موجودة في المسائل الاقتصادية في المسائل التجارية والاستثمارية، والقارة الإفريقية منفتحة على الجميع والشروط واحدة للجميع،
وليس هناك شروط خاصة، ولكن هي شروط وضعتها إفريقيا لنفسها، وبالتالي العالم لازم ان يلتزم بالتعامل مع افريقيا وفقا للشروط اللي هي وضعتها من خلال ارادتها الحره للتعاون مع العالم الخارجي. يعني ضمن شروط مثلا منطقه التجاره الحره الافريقيه القاريه ان الدول الافريقيه يعني الاول تلتزم بالتجاره الحره فيما بينها قبل ان تلتزم باي اتفاقيات مع العالم الخارجي، وبالتالي هي شروط أساسية لتحقيق الأهداف الإفريقية وتحقيق الرؤية الإفريقية بإحداث التنمية من واقع ما يطلق عليه يعني الملكية الإفريقية لهذه البرامج التنموية. وده أتصور أنه الشركاء في خارج إفريقيا يعلمون جيدا ويتعاملون على هذا الأساس من منطلقات ما يطلق عليه المكسب للجميع أو win-win situations لجميع الأطراف. صحيح. ماذا نتوقع من البيان الختامي لقمة سوتشي أو قمة روسيا إفريقيا؟ وطبعا اهم شيء هو ان يعني هذا الاعلان سيدشن هذا التعاون ما بين روسيا الاتحاديه وما بين الدول الافريقيه، سيفتح المجالات للتعاون التنموي في شتى مجالات العمل الاقتصادي وايضا في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومجالات التعليم والثقافه وغيرها. هناك ايضا يعني رغبه على مستوى القيادات ان تكون ايضا قضايا السلم والامن من ضمن القضايا التي تحظى بالاهتمام، خاصه وان هناك مصلحه مشتركه بان هذه القضايا يتم التعامل معها في اطار نظام دولي متعدد الاطراف نحافظ على ركائزه في اطار ميثاق الامم المتحده والركائز الاساسيه التي بني عليها هذا التعاون متعدد الاطراف، وبالتالي هناك مصلحه افريقيه ومصلحه روسيه في المحافظه على هذا النظام الذي تم بناؤه على مدى عقود ويجب المحافظه عليه وتطويره، وايضا السعي ل إحداث التغييرات المطلوبة داخله بما يحقق العدالة، وخاصة مسألة تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن الدولي والتي يعني بنعتبرها أنها مسألة محورية لم تحظى إفريقيا بهذا التمثيل، وبنعتبر أن هناك ضرورة لتصحيح هذا في الفترة القادمة بإذن الله. سعادة السفير، طبعا مصر بما أنها تتولى الآن رئاسة الاتحاد الإفريقي أكيد كان لوزارة الخارجية وخصوصا الوحدة اللي حضرتك مسؤول عنها طبعا المنظمات والتجمعات الإفريقية أكيد كان ليها نشاط استثنائي لأنها بتتواصل مع جميع الأطراف الإفريقية. نحب نعرف لمحة عن طبيعة المجهود اللي عملتوه يعني الوصول لهذه المشاركة العالية وهذا التمثيل العالي من قبل الدول الإفريقية. هو الحقيقة احنا يعني جنود في منظومة كبيرة، العمل الجماعي هو الذي أوصل الرئاسة المصرية إلى هذا الإنجاز. الحقيقة بأن يعني هناك فعاليات كثيرة جدا حظيت مصر بتنظيمها خلال فترة رئاسة الاتحاد الإفريقي، وطبعا بقيادة السيد الرئيس وتعبيره ونقله لصوت إفريقيا في جميع المحافل التي يشارك فيها السيد الرئيس على هذا المستوى الرفيع، ومنها هذا المنتدى الهام. ولكن طبعا في إطار العمل المهني الذي تقوم به وزارة الخارجية للإعداد لكل هذه الفعاليات، يعني هناك دائما في الرؤية المصرية المصلحة الإفريقية قبل أي شيء، إن احنا بننطلق من عمل مؤسسي داخل الاتحاد الإفريقي، عمل جماعي وعمل إفريقي مشترك، وهذا هو هذه هي البوصلة الرئيسية لتحرك وزارة الخارجية باستمرار. وبالتالي
تحظى أيضا بتقدير كبير جدا على الجانب الإفريقي، هذه القيادة وهذه الرؤية التي يعني نحملها لهذه القارة ولتطلعاتها خارجيا وأيضا على مستوى قمم مختلفة أو مستوى المؤتمرات الكبرى التي شهدتها الفترة السابقة. سعادة السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لحضرتك وشكرا للشهد المساعدين. شكرا. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا في مال وأعمال للتعرف على المزيد في ما يجري في سوتشي وأيضا الفعاليات المختلفة، نراكم بعد قليل.